انا سعيد جدا ان انا بستضيف النهارده صناع وابطال فيلم طلق صناعي. الفيلم اثار الجدل طبعا قبل ما يتعرض، ايام ما كان ممنوع من العرض، وحتى بعد ما اتعرض، لانه طبعا في موضوعات شويه حساسه، موضوعات ملمسه مع ملفات كتير في بلدنا وفي مجتمعنا. انا شفته بنفسي الحقيقه، وعشان كده شغوف قوي ان انا اقابل ابطاله، وشغوف قوي ان انا اطرح عليهم كل الاسئله اللي بتتردد في ذهني عن حياه الشاب المصري وطموحات شريحه كبيره جدا من مواطني بلادنا العربيه بشكل عام، ان هم يروحوا للحلم والارض الفرص وامريكا والعيشه الحلوه والمرتبات الكويسه وفرص العمل وياخد الباسبور والقصه اللي احنا عارفينها وطوابير التاشيرات التي لا تنتهي حتى مع طلق صناعي وبدون طلق صناعي، وهتفضل موجوده في رايي المتواضع يعني دايما دايما. على كل حال تعالوا ندخل في الموضوع على طول. النهارده في استوديو اخر النهار برحب بالاستاذ الفنان نجيب بالحسن، اهلا وسهلا. Bonsoir معتز. Je suis très content d'être là parmi vous ce soir. Je te remercie pour cette invitation. Je remercie aussi Khaled qui est venu et Mustafa Khater qui va faire la traduction. الله يقول استاذ مصطفى خاطر، طبعا النجم الشاب هو اللي هيقوم بالترجمة. اتفضل استاذ مصطفى. انه يقول انه بصحة جيدة، واعتقد ان الوضع امن جدا في وجود الاستاذ معتز والاستاذ خالد وانا. الله، عشان بس تاخدوا فكرة عن الفيلم، يعني في كوميديا والله كتيرة يعني. وبالمناسبة مؤلف ومخرج الفيلم معانا قاعد اهو، خالد دياب. برحب بيك يا خالد وبقول لك الف مبروك. ربنا يخليك، اشكرك جدا جدا. إيه يعني عشان تيجي مؤلفين نسيناهم بالظبط. خالد معاه صديقي العزيز المخرج والمؤلف محمد اخوه الكبير، وشيرين اختهم، هم ثلاثه الثلاثي دياب هم اللي مؤلفين الفيلم. بشكر طبعا الفنان الشاب نجم مصطفى خاطر علشان قام بالترجمه. انا ثقافتي مش فرنساوي، بس طبعا استاذ نجيب بالحسن هو من تونس الشقيقه، وعشان كده هو يعني متحدث لبق بالفرنساوي. فبرافو عليك يا مصطفى. انا قلت اي كلام، انا ما فهمش فرنساوي. لا والله. بس اكيد هيقول كده يعني. امال انت ايه اللي قلته ده؟ هو اكيد هيقول ازاي. افرض ان هو ما يقصدش يا راجل. لا انا بكل صراحه كنت عاوز اشوف مستوى مصطفى خاطر بالفرنش، عشان كده انا اتكلمت بالفرنش من الاول. انتوا بالمناسبه اتقابل، انت بشاهدك كانت بره السفاره. بالظبط. ومصطفى كان ضمن المجموعه اللي كانت محتجزه في السفاره، فاتقابلتوا في التصوير؟ لا الحمد لله اتقابلنا دلوقتي النهارده اول مره يعني. لا يعني انتوا ما حصلش ما بينكم شغل او مشاهد؟ لا تمام.